اتفضل يا ابو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا وعليكم الفاضل. السلام ورحمة الله. شيخنا أنت رجل مجاهد وتجاهد في إلا وجه الله للدين الإسلامي، لكن أنت تجاهد مسلمين يشهدون بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ينقصهم الجهل الذي أنت تمتلك كنز من العلم هم لا يمتلكون شعرة منهم. فأنا أطالب، أنا والله بصراحة من عائلة من أحد قبائل العراق، القبائل الشيعية الكبيرة، ونحن شيوخهم، لكني والله بصراحة أخاف، في ناس تخاف من القتل، وأنت مهدد وأنا مهدد والكثير مهدد، وأنا أوصل لهم رسالة أقول لهم لا تخافون، انشروا فيديوهات الشيخ، انشروا محاضراته السابقة القديمة، لا تركزون مثلا إذا أنتوا على هذه الرواية اللي يسأل عليها الشيخ حاليا ما عرف ترتها، أنتوا ادخلوا إلى القناة الشيخ وشوفوا قبل سنة وقبل 6 أشهر راح تشوفون أمور غريبة عجيبة ما سمعناها في حياتنا ولا قرينا عنها. أنا أبويا شيعي وجدي شيعي وجد جدي شيعي وكلهم شيوخ، ويبوسون أيادينا من نروح في عزاء أو عرس، يبوسون أيادينا ونجد نسحب أيادينا دخيل بخت جدك، يحملون بخت جدك، يعني ما أعرف هذه اللي... أنت يا أخواني يا عراقيين تابعوا هذا الرجل المثقف، المصريون قال عنهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله خير أجناد الأرض. أنتوا يا عراقيين هسا إحنا أخوان وبيناتنا والشيخ يسمعنا، وبعد إذن الشيخ أوصل لكم رسالة، أنتوا إلى متى هذا الكسل والعجوزية؟ ليش ما تقرون؟ إيش بيكم؟ يعني إلى متى هم فوق هم فوق هم فوق، حرب فوق حرب فوق حرب، فوق اغتصاب فوق قتل، فوق طائفية فوق قتل فوق حرب. أنتوا ما تشوفون هذا ليش كل الله يسوي بيكم؟ ليش؟ لأن ما تسمعون هذا الشيخ، لأن هذا يوضح لكم. شوفوا باتر الرواية، يعني هذا الإمام اللي طلع لكم إياه الشيخ باتر الرواية، نهايتها ما يكملها، يعطيكم الأمور العاطفية. وأنتوا الشيعة أهل الجنوب اللي أخذتوا التشيع من إيران، أنتوا بيكم عاطفة، والشيخ أرجو أن يفهمني ويسمعني. شيخنا عندهم عاطفة جياشة ويمشون في طريقهم ولا يعرفون أن هذا دين، هذا خطر، هذا ليس به عاطفة. الدين ما بعاطفة، الدين حق الله وعدل الله وميزان الله، الدين ليس عاطفة. اقتل عواطفك واسمع كلام الشيخ واسمع محاضراته القديمة. وأخواننا الله باللايكات وبالتبرعات للشيخ، نسأل الله الخلاص، جزاك الله خير، ربي يبارك فيك. وأنا طلبت رقمك على الخاص شيخي، أبشر إن شاء الله ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير، ربي يعزك. الله المستعان، الحمد لله، والله الحمد لله.